نشكر سمو الأمير الله يحفظه في قراره السامي بعودة جميع المواطنين الكويتيين في الخارج، سواء المرضى أو الطلبة أو السياح. واليوم وصلت أول طلائع الكويتيين العائدين من الخارج. فسمو الأمير الله يحفظه لما لقبوه قائد الإنسانية ما لقبوه من العبث، بالفعل أمير الإنسانية وقائد الإنسانية. فموضوع إجلال الكويتيين، أنا أول من طالب في إجلال الكويتيين من الخارج، وعارضنا البعض، وكانت خطة الحكومة أقل شيء 10 أشهر يعود الكويتيين، لكن رغبة سمو الأمير الله يحفظه بعودة الكويتيين أصدر أمر السامي ورغبة سامية بعودة جميع المواطنين الكويتيين، وبالفعل تم تنفيذ رغبة سمو الأمير، واليوم وصلت طلائع الكويتيين. وسمو الأمير الله يحفظه اليوم كذلك في كلمته هنأ الأسر الكويتية بعودتهم وطلبهم كذلك بالتزام بالشروط الصحية. فكل الشكر لسمو الأمير الله يحفظه.